انا النهارده بقى جايه اكلمكم على مهرجان الجونه 2020 وعلى التغيير الرهيب اللي حصل السنه دي. طبعا انتوا عارفين ان انا كل سنه ما بسيبش الناس في حالها، بس النهارده في تغيير غريب، وطبعا فساتين بقت احلى وحاجات حلوه جدا كتير كده حصلت هنتكلم عليها النهارده. هنبتدي كده باكتر حاجه لفتت انتباهي، زينب غريب. زينب غريب غريب جت ببنطلون مش بنطلون، بتشيرت مش تيشيرت، يعني مش فاهمه هو ايه بالظبط ده. بس طبعا احنا هنتكلم على البطانه، دي كانت مشكله من السنه اللي فاتت، فالنهارده كان فستان من غير بطانه المره اللي فاتت، دلوقتي بقى بنطلون من غير بطانه، واحد مش عارف يعمل ايه في المشكله. يا جماعه دوروا على البطانات عشان مش هينفع كده. هنخش بقى على علا رشدي وشخصيتها القمر السعودي في الجامعه الامريكيه، بجد الدور كان لايق عليكي قوي، شكلك كان قمر. هنخش بقى على اللي بعده، وهنتكلم عن ايتن عامر وجمالها والبدله اللي لابساها، هي فكرتنا بحد كنا كلنا بنحبه، شعبان عبد الرحيم. بجد انت ذوقك كان تحفه والاختيار ما اقولكيش بهر الناس كلها. دخلنا بقى على هدى المفتي، انا كنت معجبه بيكي جدا وبحلاوتك ورقتك، انت ليه عملتي كده؟ ليه بجد انت فاجئتيني. ايه ده؟ ايه الترتر ده كله حبيبتي؟ الحاجات دي يعني مش عارفه اقولك ايه، ده ولا ستاره ولا مفرش تنجيد ولا، احنا مش في فرح يا ماما، مش في فرح. انت بتقلدي مايكل جاكسون يا بنتي؟ انت حلوه، انا ما عنديش مشكله في ده، بس ليه عملتي كده؟ ليه الناس ذنبها ايه تشوف ده؟ ليه يعني؟ خش بقى على اللي بعده عشان ما اخدش منكم وقت طويل. افلام منى جلال اللي ولا ليها حبيب ولا قريب ولا غريب، ولقيتهم، ويوم ما لقيتهم في مين بقى؟ اسلام اللي هو حمامه شقلباظ. ازاي يا ابني انت فاجئتنا والله، بس شكلك كان قمر وضحكنا جدا، بس بجد ذوقك تحفه. خش بقى على اللي بعده، ده اللي بهرني بجد، بهرني وجع قلبي. لبلبه طبعا انا بحبها جدا، وهي قمر ما شاء الله عليها، وبتصغر مش بتكبر سبحان الله، بس يا لبلبه كان يعني اختيارك مش حلو قوي، ان احنا عندنا نفس المفرش ده بنحطه على السفره، فليه يا ماما؟ ليه؟ يعني احمد مالك ده يا جماعه ليه عامل كده؟ بجد البدله تحفه عليك وانت قمر، بس يعني ليه عملت كده؟ ليه البدله كبيره قوي عليك او انت اللي خسيت؟ مش فاهمه، هو في حاجه غلط في الموضوع، بس انت بجد كنت عسل. خش بقى على اللي بعده، ودي اهم حاجه خالص. انا ممكن ما اكونش اتكلمت عليها في الاول بسبب ان رانيا يوسف طبعا بتبهرنا في كل المهرجانات، واحنا عارفين طبعا ان هي شيك جدا فوق ما احنا متخيلين. النهارده بقى يعني في المهرجان ده بصراحه كانت لابسه فساتين حلوه جدا، الواحد مش قادر يتكلم ولا يقول اي حاجه. اول يوم ظهرت لنا كده فستان لونه بيج تحفه الفاتحه لحد هنا، طبعا كالعاده كم وكم كالعاده برضو، بس كان شكله حلو جدا فانا مش قادره اتكلم. طبعا كان اليوم الثاني وده الاهم، فستان الاسود ابو كرانيش، والله صغرك 20 سنه بجد، انا كنت مبسوطه منك المهرجان ده. شوف بقى اللي بعده، يعني يمكن دي اهم حاله النهارده، اهم واحده في المهرجان كله، اروى جوده حبيبتنا القمر بالكمامه اللي لابساها، لابسه كمامه سواري طبعا عشان احنا في مهرجان مش هتلبس اي كمامه، كمامه كده بكرانيش يا جماعه مش قادره اقول لكم، تحفه تحفه تحفه. خلينا بقى نشوف اللي بعده عشان انا انبهرت كتير قوي في المهرجان ده. ليلى علوي كانوا بيشبهوني بيها زمان، يعني كانوا بيقولوا لي انت ليلى علوي يا صغيره. طبعا الست دي ما بتكبرش نهائي، فاحنا انبهرنا بيها، فستانها الابيض الجميل المنقط بتاع الصغيره على الحب، بس طبعا احنا مش هنقول صغيره على الحب، انت كبيره على الحب بجد، شكلك كان قمر وتحفه وكان لايق عليكي قوي. انا مش فاهمه انت بتكبري ولا بتصغري ولا ايه بالظبط، بس بجد كان شكلك قمر. خش بقى على اللي بعده، يا انجي فاجئتينا ورجعتينا لزمن جميل كنا بنقعد نضحك ونهزر فيه، زمن العيال كبرت. ايه يا ماما الجلابيه دي؟ ايه الرابطه دي؟ انت بجد بهرتينا، بهرتي الناس كلها. ليه عملتي في نفسك كده؟ ليه؟ على فكره انت عملتي اللي محدش عمله بقاله كام سنه، انت بجد فظيعه. هنخش بقى على اللي بعده، طبعا مش هتكلم على جدعنه احمد السقا وشهامته ورجولته اللي كل الشعب المصري عارفها، هو راجل جدع جدا، وبهرنا بقى في المهرجان ده مع طبعا المدام بتاعته والجاكيت اللي اداهولها لبسته على الجلابيه اللي كانت لابساها، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا، وكان شكلها تحفه 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 تحفه، بس طبعا يعني الجاكيت مش لايق خالص على الفستان،
فاحنا عارفين طبعا ان انت جدع وراجل، بس ما كانش لازم تثبت ده قدام الناس يا استاذ احمد، ما كانش لازم، احنا عارفين والله. هنخش بقى على اللي قادره التحدي والمواجهه، امينه خليل انت فعلا قادره، انت ازاي تعملي كده؟ ازاي تحطي الاي شادو لحد حواجبك؟ ليه وليه اللون ده بالذات؟ يعني ليه انت صدمتينا؟ انت الناس كلها كانت بتحبك، انا ما شفتش ولد ما بيحبكيش، ليه عملتي كده؟ صدمتي الناس فيكي بامانه. هنخش بقى على ساره نيش اللي نسيت بنطلونها في البيت. يا ماما بنطلون كان مقصر معاكي في حاجه؟ يعني انت قالك ما تلبسينيش، قالك سيبيني وروحي من غيري، ليه يا ماما عملتي كده؟ بس بجد البلوزه كانت تحفه، برافو عليكي. نخش بقى على اللي بعده واللي هنختم بيها مهرجان الجونه، بسكوتة السينما العربية شيرين رضا وجمال شيرين رضا وحلاوة شيرين رضا اللي عمرو دياب مغلطش لما قال البيضة من الخطوط حمراء. كنت زي القمر بجد، انت سيمبل جدا كده وعسل قمر، الله اكبر عليكم. وخليكم مستنييني في مهرجان الجونه اللي جاي، عشان انتوا عارفيني ما بقدرش اسكت وما بقدرش اسيب الناس في حالها، ولازم هشوفكم مهرجان الجونه اللي جاي. باي باي.